وعندما كنا نمنع وننسح الحكم بأن يمنع الجيش من الدخول في المعارك الداخلية كان رحمة بالجيش واحتراما له حتى يبقى مترفعا عن الخوض في المسائل الداخلية وأن يصبح لفئة دون فئة. ألا وأن الأحداث في لبنان تطورت وتكونت في بعض المناطق جبهات حرب، من الطبيعي أن هذا الرصيد الذي هو الجيش لا يمكن أن يبقى معزولاً، سيما إذا لاحظنا أن هذه المعارك الداخلية ربما تؤدي إلى تدخل خارجي في شؤون لبنان كما هو متوقع، فإذا اتسعت رقعة المعارك في لبنان دون شك عذر للأجانب لإسرائيل لغير إسرائيل أن يتدخل في أوضاع لبنان بسبب أو آخر.